ولمناقشة تداعيات زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني للعراق ينضم إلينا السيد مازن التميمي كاتب والباحث السياسي عبر الخط الهاتفي من لندن. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياك الله. منذ أيام زار قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بغداد واجتمع مع قادة الميليشيات. التوقيت مهم والأهداف، أهداف الزيارة أيضا في نهاية ولاية ترامب يبدو مهما، كيف تراقبون المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. زيارة إسماعيل قاآني للعراق هي ليس الزيارة الأولى بقدر ما هي امتداد إلى زيارات مسبقة، باعتبار أنه إيران تجد في العراق هو محمية إيرانية وهي صاحبة القرار، فبالتالي هو زعيم الحرس الثوري الإيراني يستطيع أن يأتي للعراق متى ما شاء ويلتقي بمن يريد، وهذا هو اللي حصل. عندما التقى بالجادرية مع قيادات الميليشيات، الحقيقة هو كانت الزيارة تصف في اتجاهين. الاتجاه الأول هو نعم طلب من الميليشيات عدم التصعيد ومثل ما سماها تقريركم هدنة مؤقتة وعدم الاحتكاك مع الأمريكان وتفادي أي توتر حتى تمر مرحلة ترامب بسلام، لأنه إيران تنظر إلى بايدن غير النظرة إلى ترامب، وتعتبر بايدن قريب إلى إيران حكم كون الحزب الديمقراطي هو الذي كان راعي إلى الاتفاق النووي واللي أطلق المليارات إلى إيران كانت مدمدة. هذا جانب، ولذلك هو كان يعتقد أنه على هذه الميليشيات أن تلتزم بما تريده إيران أداء هذه النقطة، لأن المرحلة حرجة وإيران مهددة ومحاصرة، وبالتالي لا يعطي فرصة إلى ترامب أن يستفز حتى يرد، ويعرفون أنه ترامب رجل قد يكون أحمق ويتصور يتهور بما يجده. لكن يبدو أستاذ مازن أن المشهد لم ينتهي عند هذا الحد، ونحن اليوم إزاء تطور مهم في الحقيقة في الساحة الإيرانية في طهران. أغتيل جاي لهذه النقطة. أيوة أنا سأسألك في هذه النقطة في الحقيقة. نعم، تفضل طالما أنك. نعم، هذا كان الطلب الأول، أنه مهما تعرضت الميليشيات إلى استفزازات أو إلى أي حالة من التوتر عليها أن تضبط النفس ولا تصعد الموقف حتى تمر مرحلة ترامب، حتى لو حصل أي شيء قد تتعرض له هذه الميليشيات. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا كانت رسالته واضحة لزعامة الميليشيات، بأنه الطلب اللي أيضا بعد هذا الطلب طلب منهم أنه أن يكون هناك دور لمقتدى الصدر في إجهاض الثورة الشعبية في العراق، وينبغي أن تجهر هذه الثورة قبل الانتخابات المقررة في العام القادم، وتعهد الصدريون أن يقومون بهذا الدور. ولذلك تلاحظ أنه حتى الصدريين رفعوا شعار العراق للصدريين، أي بمعنى أنه المرحلة القادمة هي مرحلة التيار الصدري وبدعم وزخم إيراني ودعم كل الميليشيات. ولذلك وما حدث اليوم دليل على ما تفضلت. تمام. نعم، لكن أستاذ مازن اسمح لي، لأنه لم يبقى وقت لهذا النقاش. مع الأسف اليوم حصل استهداف لعالم إيراني محسن فخري زادة، وعملية اغتيال واضحة المعالم، تتوجه الأنظار إلى الموساد الصهيوني في العملية. نعم. يعني إيران التي حاولت أن تضبط الأمور حتى تنتهي ولاية ترامب يبدو أنها مرة أخرى أمام تحدي جديد. هل تعتقد أن يكون هناك رد تجاه هذا الموضوع؟ كيف تتعامل إيران مع هذه المسألة؟ أنا أعتقد إيران ستتعامل مع هذا الموضوع بكل هدوء ولن تصعد من الموقف، وبدليل أنها سياسة إيران ثبتت يمكنها أو يجوز لها التضحية برجل أو بقائد دون الدخول بمخاطرة أو مجازفة حرب. هي تعرف جيدا أنه حتى هذه العمليات التي تحصل، وقد ربما أكو عمليات لاحقة مستقبلا خلال الأيام القادمة. نعم. داخل إيران، حتى ولذلك إيران سوف رد فعلها لن يكون بالمستوى اللي يتوقع أو ينسجم مع تصريحات مسؤوليها. ونحن نعرف أنه إيران عندما تتعرض إلى هجوم تجيد فن التصريحات، ولكن لا تجيد فن الفعل الحقيقي ضد أمريكا أو إسرائيل. هناك اتهامات من قبل إيران أنه العمل قامت به إسرائيل، ولكن هو إسرائيل كانت إسرائيل وإذا أمريكا. تعرضت ميليشيات إيران في سوريا إلى عدة هجمات صاروخية من قبل، ولم ترد إيران، وسوف يكون هذا الهجوم ليس الأخير. وبنفس الوقت ستحاول إيران ضبط النفس، لأنها محاصرة وأنها تعرف أضعف من أن تكون بالمستوى الذي يكون
له رد شكرا. ضد امريكا واسرائيل. ايران اذا ارادت ان ترد ترد من خلال الحوثيين في اليمن، زعزعت الوضع هذا ما سيجري على ما يبدو، ولن يتعدى الرد حدود ما حصل في الرد على اغتيال قاسم سليماني والمهندس. شكرا لك استاذ مازن التميمي الكاتب السياسي، كنت معنا من لندن عبر الخط الهاتفي.